هذا ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الذي يعد فرصة للصحفيين لإلقاء تساؤلاتهم حول المواضيع التي تخص الساحتين الروسية الداخلية والإقليمية والدولية. وقد اعتاد الرئيس الروسي عقد مؤتمره الصحفي حول نتائج العام منذ فترته الرئاسية الأولى عام 2001. وعقد الرئيس الروسي خلال سنوات قيادته 12 مؤتمرا صحفيا كبيرا أجاب خلالها على ما يزيد على 700 سؤال. نتابع الآن جانبا من هذا المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أكثر من ساعة وثلث الساعة تقريبا. المرتبانات لقد سلمناها سلام وتسليم وتوقيع ولم يقل شيء واستلموها بدون مشاكل، فأين ظهرت هذه الأخداش؟ نحن نحترم المنظمات الدولية الرياضية وعندنا أصدقاء ونحن ندرك أن أمورهم صعبة، أنهم يخضعون لغطوط، ولكن هذه هي الأوضاع. ومع ذلك حتى لو كانوا مضطرين أن يفعلوا شيئا يجب أن يرتكزوا على أمور موضوعية. أما كيف حدث أن مثل هذا الشخص ترأس البنية المضادة للمنشطات في بلادنا؟ طبعا هذا خطأ الناس الذين قاموا بهذا، وأنا أعرف من فعل ذلك، ولكن ما الداعي للتحدث عن هذا الآن؟ الرياضيات السوفيتية باختصار لو سمحتم. باختصار لدينا ونحن نعرف جميعا أن روسيا تعرف إجراء المسابقات الجبارة الأولمبياد في سوتشي، هذا الأمر رائع جدا ولا شك ولا ريب في أن لدينا مهارات والمواهب في تنظيم هذه الفعاليات. وفي السنة المقبلة هناك بطولة العالم لعام 2018 ونحن ننتظر جميعا هذه البطولة وهذا العيد بالنسبة لنا. ونحن تعودنا أن موسكو وسان بطرسبورغ وكازان وسوتشي لها خبرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وهناك أيضا مدن أخرى حيث الأجانب. تابعنا مع حضراتكم إذن جانبا من المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن منجزات حكومته على مدار عام، سواء كانت التحديات الداخلية وعلى رأسها التحديات الاقتصادية في ضوء العقوبات التي لا تزال مفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية أزمة شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، فضلا عن التحديات الإقليمية والدولية، وكان ربما آخرها الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا عبر سحب عدد من المقاتلين والمقاتلات الروسية التي كانت في سوريا على مدى عامين أو أكثر في إطار العملية التي أطلقتها روسيا بزعم مكافحة الإرهاب داخل الأجواء السورية.